بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الحجامة والتشنجات العضلية. يستفاد من الحجامة في علاج تشنجات عضلية مثلا الرقبة، عضلات الرقبة وعضلات الظهر والقدمين، من خلال إمداد هذه العضلات بالدم قليل الشوائب. وتعتبر الحجامة بمثابة شحن للطاقة الجسد. كذلك عالجت الحجامة ألام العصبية القطنية، يمكن أن تعالج التهاب الكلية، وكذلك بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، والله أعلم.